كطالب أحبتي في بداية كل أسبوع أسأل نفسي: ماذا سأتناول خلال هذا الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد؟ أم أنني سأتناول درساً في القراءة؟ أو أنني سأتناول فناً من الفنون الأدبية أو اللغوية أو رواية من الروايات المطروحة؟ خلال هذا المقطع سنتعرف إلى محتوى الأسبوع. أحبتي طلبة الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم مجددا في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني في هذا العام. بداية أحبتي، سوف نكمل خلال هذا الأسبوع حل ومناقشة التدريبات الخاصة بالجملة الإسمية التي تعرف الطالب إلى الفرق ما بين المبتدأ وخبر، وكيف يستخدم الطالب الجملة الإسمية وكيف يعربها. بعد ذلك سوف ننتقل لقراءة الجزء الثاني من رواية كوخ العمتوم، بعد أن نكون قد تعرفنا إلى أحد أهم أحداث الرواية مما حدث مع العمت شلبي من خسارة للديون التي تعرض لها وقراره ببيع العمتوم والطفل الصغير للسيد هالي. بعد ذلك أحبتي سوف نقوم بالبدء بالمهمة التدريبية، وهي كتابة تحليل أدبي سوف يكون على عدة حصص. وأثناء قراءة الجزء الثاني من رواية كوخ العمتوم، سوف يتعرف الطالب إلى أحداث هذه الرواية التي ترسم صورة محزنة عن حياة العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، والتي تسلط الضوء على مظاهر معاناتهم تحت وطأة العبودية. يكتشف العم توم، وهو عبد أسود يعمل في مزارع السيد شلبي، أن سيده يعاني هو الآخر من وطأة الديون، وأنه أصبح مجبراً على بيعه، بالإضافة إلى طفل صغير آخر هو ابن إلايزا، خادمة زوجة السيد شلبي، لكنها تقرر الهرب مع طفلها بعد أن فقدت زوجها وأبنائها. بينما يختار العم توم ألا يخيب أمل سيده الذي وعده بأن يستشيره وأن يشتريه من التاجر هالي مرة أخرى. بعد ذلك ذهبوا عبر البحر، لننتقل بعد ذلك إلى أحداث الجزء الثالث. ولا بد أن تعرف عزيزي الطالب أنها نشرت هذه الرواية ولاقت نجاحاً كبيراً، واعتبرت الأكثر مبيعاً في القرن التاسع عشر، وينسب إليها إلى أنها كانت قد ساعدت في إثارة الوعي العام في المجتمع الأمريكي لمناهضة الرق وإلغاء قوانين العبودية. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من المطلوب منك خلال الأسبوع الثالث. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.